أول شيء شكرا للدعوة والاهتمامكم في هذا المحور المهم يهم المنطقة ودول الخليج. تعرف أخي العراق أول شيء بلد عربي وبلد يعني مستهلك حقيقة التغارب. أول شيء هذه الفرحة العارمة أتت لأنه فرحوا بعودة العراق إلى حضن الأمة العربية وإلى جوارها العربي، وهذا مكانه الطبيعي يعني حقيقة، لأنه العراق أول شيء هو مؤسس الدول العربية، ثاني شيء بالنسبة لدول الخليج وللمملكة العربية السعودية أول شيء يمتد على مدى 850 كيلو متر، هذه الأرض متلازمة مع ما بين المسافة البرية الشاسعة. طبعا طبعا، بالإضافة إلى العمق الاستراتيجي والعلاقات التاريخية والجغرافية. العراق أولا عمقه الاستراتيجي هو الجغرافيا العربية، فلذلك لا يستغني عن دول الخليج ولا يستغني عن المملكة، ودول الخليج أيضا لا تستغني عن العراق. العراق أحد أعمدة أركان مقومات المنظومة العربية، لكن للأسف هذه الفترة يعني القطيعة بعدين الاحتلال بعدين إيران حقيقة استطاعت حاولت أن تبعد العراق عن حاضنة الأمة العربية وعن محيطه العربي وعاثت في فسادا. الآن الناس فرحت لعودة هذا الشعب وهذا الحضارة وهذا التاريخ وهذا البلد العزيز على دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية.